السلام عليكم. على باب البحر تجلس الحديدة وحيدة ومنسية، تتحسس الضوء مثلها مثل مريض في مركز الفشل الكلوي وحيد ومنسي، ينتظر إشارة لعودة أجهزة الغسيل الكلوي التي تنتظر بدورها مادة الديزل لتبث فيها الحياة من جديد. حلقة مكتملة ولا منتهية من المعاناة تعيشها المدينة وأهلها المنكوبون بالويلات الثلاث: الانقلاب وانقطاع الكهرباء والسوق السوداء. في الحديدة وفيها فقط بإمكان المرء مشاهدة طلاباً عراء يؤدون الامتحانات وقد تبللت أجسادهم الصغيرة بحبات العرق في ظل درجة حرارة بالغة الارتفاع والتأثير وغياب الكهرباء، والصورة كانت أبلغ من الكلام وهي تجسد المعاناة الكاملة لسكان المدينة الساحلية التي تشهد صيفاً ساخناً ووضعاً صحياً كثير المخاطر والانتشار. عبث الميليشيا وسوء إدارة الموارد في الحديدة والسوق السوداء مثلت صناعة الظلام فيها، وهي التي تعد محطة عبور الطاقة والمدخل الاقتصادي للبلد، لكنها بلا طاقة وبلا وضع اقتصادي جيد. تتفاقم فيها معاناة الناس بسبب الأوبئة وغياب الكهرباء، بينما يتملق مسؤولوها الخاضعون لسلطة الميليشيا ويلتقطون الصور معهم ويقيمون فعاليات الولاء لهم بحسب متابعين. الحديدة أيضاً محافظة منسية من حسابات الشرعية، رغم تشكيل مجلس مقاومة تهامة، إلا أن الإسناد الحقيقي للحديدة يكاد يكون غائباً باستثناء حملة الإسناد الشعبي التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي. عن الحديدة المحافظة المنسية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. معانا صعب عشنا، يموتون بصمت، عبارة تجسد حال مدينة الحديدة. هذه المحافظة المنسية والمنسيون أهلها الذين طحنتهم الأمراض والعجز وغياب الكهرباء، لتحضر بديلا عن ذلك سلطة الأمر الواقع ببطشها وسلطان أسلحتها وشعاراتها، لتتقاسم صبر المدينة فتأكل خبز أبنائها وتصادر حقوقهم. فالحديدة التي تشكل محطة العبور للطاقة والمدخل الاقتصادي للبلد لا تزال تعيش حالة مأساوية أليمة جراء استمرار معاناة الناس بسبب الأمراض وغياب الكهرباء وفي المعيشة والاقتصاد. المريض يعاني من سبب انقطاع الكهرباء، يوقف الجهاز عقل المريض يضطر في الدم، فنبدأنا نحن نرجع الدم بأيدينا للجهاز، وأحيانا نرجع أنه الدم يتقلط، وهذا بسبب أنه من سبب انقطاع الكهرباء. ونحن نضطر مضطرين نحن نتابع المرضى ونتابع الضغط ونتابع الجهاز. أوضاع بالغة التعقيد تعيشها المستشفيات في الحديدة، خصوصا مراكز الغسيل الكلوي، وتحديدا في موسم الصيف الذي تسبب ارتفاع درجة الحرارة فيه في تفاقم الأوبئة والأمراض كالملاريا والضنك والأمراض المعدية. وتشير إحصائيات غير مؤكدة إلى وفاة أكثر من 100 حالة اليوم. في عدو مات قراب المغرب بسبب عدم دكتور مهلوش، وثاني شيء انقطع التيار الكهربائي. ما رضوناش يصوروه أول شيء، على الصحي ما رضيش يتصل بالدكتور يقول له إيش نسوي للحالة، الحالة تتشك كذا شحاك كذا، ما رضيش يتصل، خلوه الخالد خلوه لما مات داكو تحت، مات تحت اليوم قدام الناس كلها. تتذرع الميليشيا بحصار التحالف، إلا أن حركة السفن في ميناء الحديدة تكذب ما تقول الميليشيا، فسفن المازوت والديزل تصل بشكل دوري إلى ميناء المحافظة، لكنها تذهب إلى السوق السوداء أو إلى ما يسميه الانقلابيون بالمجهود الحربي. 23 مديرية يضيع أصوات أبنائها بين سلطتين، سلطة أمر واقع لا تجيد إلا لغة الفيد والنهب، وحكومة شرعية لم تمتد يدها بأي حل لهذه الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة إلا من فاعلي الخير. نوصل صوتنا إلى الدولة، ما حد استملنا أي مسؤول ولا أي ضابط إداري ولا أي إنسان. فاعل الخير كثير معنا، مولد عند بديل ثابت جزوه الله خير، إلى حد الآن ما قدرناش نوصله إلى المركز بسبب الظروف التي تضغط على المركز والإهمال داخل الإدارة. ملف الموت في تهامة هو الأبرز في حياة المدنيين الذين يواجهون شبح الموت كغيرها من المدن المنكوبة بالميليشيا، التي إن لم تقتلهم بقذائفها قتلتهم بالاعتقالات ونهب قوت مواطنيها.
إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة معاناة أهل الحديدة سيكون معنا الناشط السياسي محمد ناصر الزرنوقي عبر سكايب من الخرطوم. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذة، كيف حالكم؟ مرحبا بك معنا أستاذ محمد. يعني الحديدة لم تكن تعيش رخاء في السابق، ولكن الأوضاع فيها تتدهور يوما بعد يوم، مما يسبب مشاكل إنسانية حقيقية. برأيك أستاذ محمد، من المسؤول عن هذا التدهور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي قناة بلقيس على هذه النظرة الرحيمة إلى أبناء تهامة، ثم أحيي شعب تهامة الصابر المتصبر على هذا العناء والبلاء. بصراحة والله شعب تهامة صبر كثير من بداية 2011، كأنه عقاب جماعي الآن يمارس ضد أبناء تهامة منذ انطلاق ربيع تهامة. ربيع تهامة كان ضمن ربيع أبناء اليمن كاملا. تهامة بدأت وانطلقت منذ بداية 2011 كجزء من المجتمع اليمني، كنسيج وباقي أبناء المجتمع اليمني في جميع المستويات، على المستوى السياسي والمستوى على مستوى المجتمع المدني وعلى المستوى الحقوقي. كأن هذا وما يمارس ضد أبناء تهامة من النسيان الشرعي من الحكومة الشرعية ومن الميليشيا المتسلطة حاليا، كل هذا يمارس ضد أبناء تهامة من باب العقاب الجماعي الذي كان جزاء 2011 منذ انطلاق ربيع تهامة في 2011. الشعوب اليوم تناقش قضايا عامة كبيرة جدا على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، ونحن ما زلنا نناقش قضايانا البسيطة الحقوقية كأول مطالب رئيسية يتطلبها الإنسان البدائي. يا ريت لو أن يعني أن عندنا مستويات حقيقية على المستوى التهامي. طيب أستاذ محمد، نعم، لو فصلنا مشاكل الحديدة حاليا التي يعاني في منها مواطنو الحديدة، هل أجملتها لنا؟ طيب، ما يمارس الآن المعاناة الحقيقية في تهامة، الجزء الأكبر منها ما شاهدناه في الصورة. الصورة وحدها كافية في إظهار المعاناة للشاب التهامي، للفتاة التهامية، للريف التهامي، للمدينة في تهامة. كل هؤلاء نقلتهم صورة وكاميرا بلقيس لكي يرى الناس في اليمن خاصة والإقليم عامة. لا أظن أن هذه الكاميرا اليوم بعيدة عن مسامع وآراء وعيون الشرعية في الرياض، ولا أظن أن هذه المعاناة بعيدة عن أنظار الناس والعالم في الوطن العربي. إذا نسمح لنا أن ينضم بشكل خاص. نعم، تتمثل في حاجات الناس الأساسية من الطعام. طيب والشراب. أستاذ محمد، يعني لنبدأ بالحديث عن مركز الغسيل الكلوي، والذي يعد يعني من أبرز المشكلات التي تعاني منها الحديدة. نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور ماهر معجم، مدير مركز غسيل الكلى في الحديدة. مساء الخير دكتور محمد ماهر. مساء النور أختي، وشهر مبارك وكل عام وانتم بخير. علينا وعليكم إن شاء الله دكتور ماهر. يعني يدخل شهر رمضان والحديدة ما زالت تعاني من الكثير من المشاكل، حدثنا عن أبرز مشكلة ربما تعانيها، وهي يعني مركز غسيل الكلى. كل يوم يعاني مرضى الفشل الكلوي في الحديدة بسبب انقطاع الماء أيضا والكهرباء، وهناك أيضا يعني أحاديث عن انقطاع المازوت وعدم انشغال أيضا أو تشغيل الأجهزة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوضع في مركز الغسيل الكلوي بالحديدة لا يخفى عن أحد، فمشكلتنا بشكل عام في الحديدة بشكل عام وفي اليمن بشكل عام هي انقطاع الكهرباء، فهذه مسألة لا تخفى عن أحد. إلا أن مركز الغسيل الكلوي نظرا لحساسية المخاطب بسبب وجود مرضى الفشل الكلوي يكون نظرة خاصة بالنسبة لهذا الموضوع. فعدم وجود الكهرباء معناها توقف مركز الغسيل الكلوي عن أداء مهامه، وتوقف مركز الغسيل الكلوي عن أداء مهامه معناها انتظار الموت المحقق بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي. ف مركز الغسيل الكلوي يختلف عن بقية المستشفيات من ناحية أنه عنده فوق الجهاز
يعني تنقطع الخدمة على المريض، وبالتالي نقدر نعمل له أي شيء. بينما في المستشفيات أي نعم تتأثر أيضا بغياب الكهرباء وهذه الأشياء، لكن يقدر الطبيب يقدر الطاقم التمريضي أن يعطي خدمة معينة للمريض. إلا أن المريض الكلوي أن توقف الكهرباء معناه انقطاع الخدمة تماما، وبالتالي الموت المحقق هذا المريض هذه الأشياء. فطبعا هذه أهم المشاكل التي الآن نعاني منها داخل المركز الكلوي. طبعا كان الخط الساخن يغطي المركز ويغطي العجز الموجود في الكهرباء الذي هو منقطع على المدينة، إلا أن الخط الساخن كان يعطي أمل للمرضى ويظل المركز التشغيل الكلوي يعمل بالصورة المطلوبة، إلا أن انعدام المازوت وتوقف الخط الساخن ألقى بظلالة على المرضى، ألقى بظلالة على مستوى الخدمة الذي كان يديها المريض. انقطع الخط الساخن أيضا، ايوه انقطع الساخن، وهذا اثر سلبيا طبعا على مستوى الخدمه داخل المركز. طيب ماذا عن المولدات؟ نعم ماذا عنها؟ استعنا بالمولدات، لكن المولدات ايا كان مهما عملت فكفاءتها تظل محدوده، وكثره الضغط عليها والعمل المتواصل يؤدي الى خروج عن الخدمه ايضا، وهذا الشيء الذي حصل عندنا. وطبعا الان في الفتره هذه الان لها منذ يومين او ثلاثة يوم عاد الخط الساخن من جديد. طبعا برضو ليس بالشكل المطلوب الذي هو كان المفروض انه يكون عليه. نعم. ومن هنا يتم الان بين تنوع الخدمه بين المورد والخط الساخن، ونوعا ما يعني تمر الامور بسلام. الا ان في الفتره في انقطع الخط الساخن وانعدم المازوت والمولد كمان ايضا خرج عن نطاق الخدمه بالكفاءه المطلوبه، لم يعطي عمله بالكفاءه المطلوبه، اثر سلبيا على المرضى وحصلت وفيات. وتراخم المرضى وحصل ازدحام في مواعيد الجلسات الاستشفاء الدموي، وهذا كله للاسف انعكس على مصلحه المريض ومستوى صحته. نعم. طيب يعني كم عدد المستفيدين من المركز دكتور ماهر؟ في مركز الغسيل اكثر من 600 مريض. كم؟ 600 مريض. 600 مريض. طيب هل يعني هذا في الحدود ناهيك عن ثلاثه مراكز ايضا موجوده في باجل وفي قناوس وفي زبيد، يعني الإجباري يتعدى كل المرضى، يعني المركز هو الذي يمدهم بعمليات الغسيل، هو المركز الوحيد الموجود. أيوة، هذا يعني بالنسبة للمركز الغسيل الكلوي يعتبر الأم، وهو الذي يغذي المراكز في بقية المديرية في زبيد وفي باجل وفي نقاهة. يعني دكتور ماهر، هل إذا توفرت مادة المازوت يعني سيستطيع المولدات العمل وبالتالي عودة المركز لعمله السابق؟ أم أن المسألة مربوطة بالكهرباء؟ أكيد لو توفرت المازوت بشكل مطلوب والخط الساخن، يعني أنا أتمنى الكهرباء تعود بشكل عام ولا يكون هناك خط ساخن وخط عادي، أتمنى الكهرباء بشكل عام، ولكن الآن في الوقت الراهن نتمنى على الأقل أن الخط الساخن يستمر لمصلحة مركز الغسيل الكلوي وبقية المشاريع الصحية. نعم، هل تم التخاطب مع وزارة مكتب الصحة عفوا أو شركة النفط لتوفير مادة؟ أيوة، تم التواصل مع مكتب الصحة مع المحافظة مع المجلس المحلي، وهم يقوموا بعمل اللازم في حسب إمكانياتهم. يعني نعم، يعني يمدونكم بالمواد أم؟ يمدونا بالمواد، يمدونا الان بالديزل، يمدونا بالاشياء المستوصفات الطبيه في ظل الظروف الذي للاسف يعني، بس هذا واقع نعيشه ما عاد نقول. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور ماهر معجم مدير مركز غسيل الكلى بالحديده، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ محمد. نعم، كنا نتحدث عن ابرز المشاكل التي يعاني منها ابناء الحديده، طرقنا باب موضوع مركز غسيل الكلى. تفضل. نعم استاذه، اسمحي لي اولا اقول لك ان الكهرباء كاول مشكله رئيسيه تحدد في مدينه الحديده. الان الكهرباء منقطعه منذ عام كامل، بخلاف كانت في السابق كانت تاتي يعني ساعات معينه. نعم. طيب يعني الحديث عن الكهرباء وموضوع المازوت والديزل أيضا، الذي يعني هناك أحاديث تقول بأن الحديدة تصل لها عبر يعني ما رأينا في التقرير حركة السفن، تصل لها المادة يوميا، أين يذهب هذا المازوت والديزل أستاذ محمد؟ فلوس أو عنده قدرة
يحصل شوية فلوس يروح سوى له طاقة شمسية. البعض منهم لا يجد أصلا حق الطاقة الشمسية فيفترشون الأرصفة. طبعا الصورة كانت واضحة أن كثير من أبناء وسكان حديدة ينامون على أرصفة هواء الطلق في الشوارع، ومنهم من غادر وترك الحديدة من شدة الحر الشديد إلى صنعاء، وبعضهم إلى سافروا إلى ذمار وهكذا. الآن المشكلة على الفقير الذي لا يجد شيء، يعني مصيره ربما إما أنه يموت أو المريض مصيره الموت، واللي هو صايم يعني إما صام وإلا فطر، يعني الله يعلم إيش الحكم الشرعي على هؤلاء الناس المساكين البسطاء. نعم نعم أستاذ محمد، يعني معروف الحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها دائما أبناء الحديدة للأسف، يعني ولكن هناك يعني من يقول الحديدة هي محطة عبور الطاقة وهي أيضا مدخل اقتصادي للبلد، ومع ذلك لا طاقة لديها ولا وضع اقتصادي، لماذا برأيك؟ أي نعم، الآن الذي حدث في الأخير الآن في الشهر الأخير أو في الأيام الماضية الأخيرة أنه جابوا مولدات من قبل تجار معينين وشغلوا هذه المولدات، بدل ما تنطلق هذه المولدات لتولد الكهرباء في الحديدة كان ثلثي هذه المولدات أو الكهرباء انطلقت إلى صنعاء وإلى أماكن إصدار القرار تبع الميليشيات الحوثية، والناس يموتوا عادي ما مشكلة عندهم. إذا اسمح لنا أيضا أن تنضم معنا عبر الهاتف الأخت انتصار المحويتي الناشطة في حملة أريد أن أعيش من الحديدة. مساء الخير أستاذة انتصار. مساء النور. حدثيني عن مبادرة أريد أن أعيش، ما الذي لمستم في حياة الناس في الحديدة أستاذة انتصار؟ حملة أريد أن أعيش تعاني وتوضح للكل معاناة مرضى الفشل الكلوي اللي في محافظة الحديدة. نعم. كلنا نعرف بالمعاناة المؤلمة اللي يعيشها مرضى الفشل الكلوي في المحافظة، والذي أصبح الكل يعرفها، يا إما سمع عنها وراح زيارة للمركز، ولا سمع عنها من خلال الوسائل المعروفة وقرأ عنها ما تناولته الصحف والمجلات. بالنسبة للمركز، المركز يعاني من إهمال شديد، والمعاناة التي يعانيها المرضى الفشل الكلوي سببها فشل إداري بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من أي ناحية أستاذة؟ من ناحية إنه المركز نفسه غير، ما فيش أي، أول شيء ما في دعم كافي ووافي للمركز الفشل الكلوي. نعم. ثاني شيء إنه مدير المركز نفسه في رمضان ما يداوم ولا عارف إيش أخبار المرضى في رمضان. نعم. إذن كنت أتمنى أن يأتي اتصالك سابقا لاتصال دكتور ماهر، هو كان معنا في الحلقة في الحقيقة، يعني كنا نود أن نطرح عليه مثل هذه النقاط. إذن يعني الدكتور ماهر كان معنا أستاذ انتصار وتحدث عن عدم، يعني أن هناك توقف للخط الساخن وهذا مما أعاق عمل المركز، أيضا لا يوجد دعم كافي لمادة المازوت حتى يستطيع المركز العمل. كيف تعلقين؟ أنا عندي سؤال، وأتمنى من الإدارة نفسها الرد على السؤال بوضوح وشفافية. نعم. سؤالي هو لماذا لا يتم الدوام خلال شهر الرحمة والمغفرة في رمضان؟ هل هناك عائق أم هذا تنصل من الواجب الديني والوطني تجاه المرضى في الفشل الكلوي؟ نعم. هل يغلق المركز تماما أستاذة انتصار؟ يعني المركز مغلق تماما؟ هل أفهم من كلامك هذا الشيء؟ المركز لا يغلق تماما، إنما مدير المركز لا يداوم في رمضان ولا يعرف إيش حصل في المركز نهائيا. قبل كم يومين توفت حاله، إيش السبب؟ إنه جاء المولد طفى، طيب فين مدير المركز الفشل الكلوي عشان نناقش ذي المشكلة؟ نعم. المشكلة وبعدها توفت حاله بسبب نقص العلاج وعدم توفر الكادر، هناك نقص في الكادر الطبي، حيث إنه لو دخلت المركز أول شيء المركز من ناحية النظافة معدومة جدا. والله أتمنى على الشباب، يعني هم يستمعوا الآن في الإعداد، إذا استطاعوا عودة التواصل بالدكتور ماهر حتى يجيب على أسئلتك، أنا لا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عنه. طيب لو حدثتنا أستاذة انتصار عن مبادرة أريد أن أعيش، ما الذي قدمت لهؤلاء المرضى؟ هل هي خاصة فقط بمرضى الفشل الكلوي؟ أو في البداية هذه الحملة خاصة بمرضى الفشل الكلوي نتيجة ما يعانوه من خلال انطفاء المولد وعدم توفر الديزل. هناك حالة المولد بحوالي 200 كيلو. نعم. بس المولد وقال اشتي مننا التزام انه لا يتم الشق في هذا المولد الا للمركز فقط.
بس مع الدكتور ماهر مع الأسف الشديد لم يعمل أي التزام. الشباب حاولوا معه مرة بعد مرة لكنهم لم يحصلوا ولا عرفوا منه ولا كلمة. التزام بماذا بالضبط؟ ما الذي تريدون منه؟ التزام بأنه المولد اللي جبناه للمركز لا يتم الشك لأي جهة خارجية. هل يتم يعني المولدات الموجودة الخاصة هل يتم شبكها ببقية الأجهزة أو بأماكن أخرى غير ما هي يعني مجهزة له؟ أيوة نعم يتم الشبك. نعم. طيب يعني كم عدد المرضى بالنسبة لكم أنتم كمبادرة تبنيتم هذه الحالات؟ والله يعني المرضى الكثير في حدود 3000 مريض وأكثر. 3000 مريض وأكثر والحالات كل هل هم من عفوا أستاذ انتصار يعني هل هم فقط من يعني المركز مدينة الحديدة أم أيضا باجل وزبيد يدخلوا في هذه لا من باجل وزبيد وبيت الفقيه وعدة مناطق أخرى أكثر من منطقة يعني. أيوة نعم. طيب أنتم يعني الجهود هي جهود ذاتية كما لاحظ أستاذ انتصار، يعني هل قمتم بإيصال رسائلكم إلى مكتب وزارة الصحة إلى منظمات صحية عالمية أو إلى أي جهات أخرى قد تمد لكم يد العون؟ قمنا بإنشاء رسائلنا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكان في فريق شباب توجه المحافظة في الحديدة بس للأسف المحافظ لم يتجاوب معهم. نعم. إذا اسمحي لي أستاذة انتصار، يعني الزملاء مشكورين، أعادوا لنا الدكتور ماهر مشكورا أيضا لتعاونه معنا. سأوجه له الأسئلة التي طرحتها، ابقي معنا حتى تستمعي له. دكتور ماهر مرحبا بك مرة أخرى. ألو. نعم دكتور ماهر مرحبا بك مرة أخرى معنا. ألو دكتور ماهر هل تسمعني؟ أنت على الهواء. نعم أسمعك. نعم مرحبا بك مرة أخرى، يعني عذرنا عدنا التواصل بك، هناك أسئلة وضعتها الأخت انتصار محويتي وهي ناشطة في حملة أريد أن أعيش، نود أن نستمع لإجابة نود أن نستمع إلى إجابتها منك. ربما السؤال الأول هو أنه لا يتم الدوام بشكل حقيقي في رمضان وهناك مشاكل كثيرة، يفترض على الطاقم الإداري أن يكون موجودا يعني لكي يتم علاج هذه المشاكل. مثلا كما طرحت الأستاذة انتصار، توفت حالة قبل يومين لم يجدوا من يسائل، هناك أيضا طرحت أنه يجب عليكم الالتزام كإدارة في المركز التزام بعدم تشغيل المولد إلا فقط لمرضى غسيل الكلى حتى يتم الاستفادة منه تماما ولا يتوقف كما حدث. كيف ترد؟ عفوا يا أختي، من الأخت اللي الناس طلي تكلمت؟ انتصار المحويتي ناشطة في حملة أريد أن أعيش. انتصار المحويتي. نعم. طيب أولا بالنسبة للإدارة موجودة في المركز الغسيل الكلوي وليس هناك مجال أي أساس للصحة الكلام اللي تقول إنه ما فيش إدارة. أنا كمدير مركز الصحة أخذت إجازة في شهر رمضان لكن نائبي موجود وهو يقوم بالوام وأنا على تواصل دائما ليل ونهار مع المركز في مشاكل المركز. دي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا كانت حصلت حادث وفاة فهذا الشيء طبيعي يحصل فيها في كل المستشفيات والمشاكل سواء الخاصة أو الحكومية. وإذا كان حصل وفيات فهي اكيد بسبب الضغط اللي حاصل الان على مركز الغسيل الكلوي بسبب الانقطاع المكرر للكهرباء، وزي ما ذكرت انا سابقا ان في هناك انعدام المازوت وانعدام الخط الساخن، يا دوب الان رجع قبل ثلاث ايام الان الخط الساخن وهو برضه ايضا لا يمشي الشكل المطلوب. والمولدات الان تكرم الحاج عبد الجليل ثابت جزاه الله الف خير برفض المركز بمولد جديد كي يتم صيانه المولد القديم لانه خرج عن اطار الخدمه بسبب الضغط المستمر من المركز او غير المركز. كونها تتكلم ان اذا كان في جهات اخرى تربط مع مركز الغسيل الكلوي فهذا خارج عن اطار صلاحياتي، فانا جهه اشرافيه ولست جهه تنفيذيه، وقد تواصل مع المحافظه وكل المسؤولين وكل الجهات المعنيه ان في جهات تربط غصبا عن اداره المركز، بينما المركز اداره المركز بريئه عن الربط بخارج المركز مما شكل ضغط على المولد اللي كان موجود وأثر على مستوى الخدمة. فإذا كانت هناك إذا ربط مع المركز خارج عن إطار إدارة المركز فأنا لا أتحمل المسؤولية طبعا. نعم. كل ما هناك أنا بلغت وعملت في التبليغ ونزلت لجان من المحافظة ومن جميع الجهات ما فيهم أيضا حتى هي إنسان محويتي اللي هي تتكلم عن الموضوع هذا بالذات
نزلوا او بعم عينهم من يقوم بالشرك بالقوه دون رضا اداره مركز الغسيل. فانا لا اتحمل مسؤوليه اذا كان جهات اخرى تربط، فهذه لا. خارج انطاق، انا جهه اشرافيه وليس جهه تنفيذيه. طيب اذا ابقى معنا ايضا الدكتور ماهر، سمعتي انتصار لحديث الدكتور ماهر؟ دكتور ماهر بحكم انك على قولتك مشرف ولست يعني مركز اداري، طيب من ليس تنفيذي يعني نعم لا, 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 لا يوجد لدي صلاحيه تنفيذيه. ليس تنفيذي، طيب انت مسؤول عن المرضى اللي هم داخل المركز. نعم استاذ انتصار، لكن يعني لو استمعتي هو يعني لديه اجازه رسميه خلال شهر رمضان ونائبه يقوم بمهمته كاملا يعني. طيب ليش النائب حقه ليش ما يعمل التزام للحاج عن بدل السابق عندما أعلن عن المولد؟ ليش النائب حقه لما أجي الشباب علشان يكون معاهم مذكرة يرفعوها للصليب الأحمر ما حد تجاوب معهم، وبعض الشباب تعرضوا للتهديد والإطلاق الناري؟ نعم إذن ابقي معنا أستاذ انتصار. دكتور ماهر يعني ربما هناك كلمة أخيرة منك، يعني هناك عتب أيضا أنه عدم التعاون مع الشباب في مسألة يعني من قبل نائبكم في مسألة رفع يعني الورقة للصليب الأحمر، لا يوجد يعني مسألة الالتزام، هذه ربما أنت فصلت فيها القول. طيب نعم. يا أختي معلش كلمة أخيرة معلش. تفضل تفضل. مبادرة أريد أن أعيش هذه مبادرة نوعية وبالفعل أيقظت مشاعر معظم العامة والناس والمسؤولين كمان أيضا تجاه المتقفين. إلى أن الأستاذ إنصار المحرتي لا أدري أينها كانت مغيبة في هذه الفترة عندما جاءوا إلي لجنة من أريد أن أعيش والتقيت بهم مع وكيل المحافظة مع مدير مكتب الصحة وناقشنا هذه المواضيع بشفافية مطلقة وتعرضنا كل صغيرة وكبيرة. والأخت إنصار لا أدري أين كانت في هذه الأيام إلا أنها الآن تأتي وتحمل مسؤولية إدارة المركز الربط والشبك للخط من الخارج، كون لا أدري كانت مغيبة عن الموضوع أو إنها لم يكن عندها خلفية كافية إطلاقا عن ما حاصل في المركز. على العموم دكتور ماهر يعني أنصحها معلش أنا أنصحها بالتواصل مع الأستاذ علاء اللي هو كمان أيضا ممثل المبادرات هذه أريد أن أعيش، هو يعرف كثيرا عن هذا الموضوع وأن تتواصل معه وهو سيغذيها بكل المعلومات الكافية. نعم. أشكركم جزيلا شكرا لتعاونك دكتور ماهر. وفي الأخير نعم وفي الأخير يعني أنت وانتصار ومبادرة أريد أن أعيش والمركز الكلوي في نهاية الأمر بالتأكيد همكم هو الإنسان وكيف يمكن أن نحافظ على حياته في ظل أبسط الظروف. شكرا لكما دكتور ماهر معجم مدير مركز غسيل الكلى من الحديدة وأيضا انتصار المحويتي الناشطة في حملة أريد أن أعيش، وكما وجدنا أستاذ انتصار دكتور ماهر متعاون يعني حاولوا التواصل معه أكثر لحل أي إشكاليات يعني للخروج بأفضل الحلول للمرضى. شكرا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بك معنا مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد يعني هناك من يقول أن عبث الميليشيا وسوء الإدارة أيضا في خصوصا إدارة الموارد في الحديدة وأيضا السوق السوداء كلها مثلت صناعة الظلام في الحديدة، هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ أستاذة اسمحي لي أولا أقول لك أن الجانب الرسمي المتسلط حاليا أرواح وأجساد ميتة لا تحس معاناة الناس اليوم الموجودة في الحديدة فقط، مش في الحديدة فقط، موجودة في القرى والأرياف، يعني المعاناة الحقيقية في الأسرة الواحدة اللي موجود فيها 5 نفر، هذا مريض وهذا عنده حمى الضنك وهذا عنده فشل كلوي وهذا كذا، هذه المعاناة الحقيقية الموجود لا يحس بها الجهات الرسمية. طبيعي جدا أن تكون الميليشيات الحوثية إذا كانت دمرت بلد بأكمله فكيف تنظر إلى معاناة أبناء تهامة. طبعا بمناسبة هذه المعاناة وكثير من الجهات الرسمية لا تحس، أطلقت عدد من المرافق الصحية بالحديدة نداء استغاثة للأمم المتحدة، لكن ماذا نقول عن الأمم المتحدة التي لا تحرك ساكنا أصبحت أمام ميليشيا متسلطة؟ حتى لو جاءت الأمم المتحدة بإغاثاتها وبمعداتها لا تحرك ساكنا، كثير من الأسر كما ذكرت لك سابقا لجأت إلى الهروب من الواقع الذي يعيشون فيه. أما سؤالك قضية السوق السوداء والميليشيات التي تتاجر بمعاناة الناس، هذا هو لب المشكلة. هذا الافتعال الذي صار في الحديدة
في القرى والأرياف افتعال حقيقي من قبل الميليشيات لكي تكون هناك تجارة يستفيد منها أفراد هؤلاء الميليشيات. هي طبعا لما تأكلهم عيش ولا تعطيهم رواتب، تقول لهم أكلكم وشربكم وفيدكم من قبل هذا المواطن الكدحان. ولذلك صارت هناك سوق سوداء كبيرة جدا في تهامة. تهامة قبل أن تكون هناك سوق سوداء وميليشيا كانت تأكل يعني أكثر كثير من المحافظات. نعم. المازوت اليوم الذي يتاجرون به مرة نقع فيه مشكلة مع التجار، ومرة مع الجانب الرسمي، ومرة مع عدم وصولها من قبل إذن من قبل التحالف أو كذا. هذه أعذار واهية. الصحيح أن هذه المعاناة تنبع من قبل الميليشيا التي تتاجر بمعاناة كثير من الناس، والمعاناة زي ما قلت لك يعني معاناة حقيقية كارثية. نعم. كارثية. طيب كيف تعلق أستاذ محمد، كيف تعلق نعم كيف تعلق على يعني أن الميليشيا تتحجج دائما بالحصار الذي تعاني منه البلد، وتقول بسبب العدوان، وتلعب بهذه النغمة كثيرا على أسماع الناس؟ هل يعني رغم أننا شاهدنا حركة السفن يوميا يعني يصل المازوت بموعده الدائم، ولكنه كما يقال يذهب إلى السوق السوداء أو مجهودا حربيا؟ طبيعي جدا. أقول لك يا أستاذة، انتشار السوق السوداء في كل شوارع مدينة الحديدة وقرى وأرياف تهامة للاستثمار، فهم يقفون ويشرفون إشراف مباشر بشكل مباشر على هذه السوق السوداء، لأن الكهرباء لو جاءت انتهت أسواقهم السوداء، انتهت أموالهم، تجارتهم كلها ذهبت أدراج الرياح. ولذلك هم يستفيدون منها من انقطاع الكهرباء من شان يبيعوا بترول وبنزين وديزل على هؤلاء المساكين. طبعا اللي ما عنده طاقة شمسية وما هو مقتدر أنه يجيب طاقة شمسية يروح يشتري له ماطور. الماطور هذا أبسط ما يقوم عليه، إما من قبل الديزل، ولا راح اشترى له يعني اسطوانة غاز وسوى له كهرباء على أساس يعني يتقي حر الشمس. ولذلك يعني المواطنين الآن يستخدمون الديزل والبترول أكثر ما يستخدمون هذه المادتين. مع انقطاعه ومع غلاء سعر مادة البترول والديزل، رغم ذلك الناس تشتري، تذهب. الواحد يشتغل في تهامة، يشتغل في أشياء، في شغلات كثيرة جدا. تبع تهامة شعب شغال، شعب يعني كادح مسكين والله، رغم ذلك أنه ما يلقى الاهتمام. طبعا نحن لا ننادي هؤلاء الجهات الرسمية، نحن نعرف أنهم لا يمكن أن يحسوا. الآن المواطن التهامي كما قال بعض الشعراء: ما الناس إلا عاملان، فواحد قد مات من غرق وآخر يشرق. يعني واحد إما عطشان وملي لا يجد الماء، وآخر يغرق في الماء. هؤلاء الميليشيات وأنصار عفاش كلهم يغرقون في الماء من التخمة، من الأموال التي يجنوها من تهامة. نعم. إذن كيف تعلق على يعني موقف بعض أبناء المحافظة ومن يمثلون هذه المحافظة، يعني كما يوصفون بشخصية متواطئة مع الميليشيا؟ بصراحة الذي بالمقابل يعني بالعكس، أولا أن كثير من الشباب الصحفيين عن طريق الفيسبوك وعن طريق التويتر أصدروا هاشتاج كبير جدا لكي ينقلوا صورة حقيقية عن معاناة أبناء تهامة. فمنهم من كتب الحديدة المنكوبة، ومنهم من كتب تهامة المعاناة، ومنهم من كتب تعز الحالمة والحديدة، كلاهما نفس واحد ومعاناة واحدة. يعني كثير منهم هؤلاء أطلقوا نداء نعم يعني عبر الانترنت وعبر الصحف وعبر المجلات. لكن العجيب أن هؤلاء هناك بعض الصحفيين الذين يتاجرون بمعاناة الناس ينقلبون ضد الإنسان التهامي، ومنهم تهاميين أيضا طبعا. نعم نعم. إذن ابقى معنا أستاذ محمد، يعني انضم معنا أيضا الأستاذ علي طبيشي نائب عام وزير التخطيط. مساء الخير نائب عام مدير التخطيط الأستاذ علي الطبيشي. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير والعافية، وشهر كريم عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ علي، يعني الحديدة تعاني الكثير والكثير من المآسي، يعني
ربما أولها انقطاع الكهرباء ولن تكون هي الأخيرة. كيف يمكن أن تدرج الحديدة ضمن مخططات الدولة لإنقاذها والعمل على حل مشاكلها سريعا؟ طبعا هي الحديدة تعاني من كثير من المشاكل. الحديدة مهملة، الحديدة تعاني من حالة إنسانية صعبة، انعدام الكهرباء، انعدام المشتقات النفطية، ساهم كثير في تدني الوضع الإنساني في الحديدة. نتيجة الحصار، نتيجة عدم وجود إيرادات، الدولة عاجزة أن تقدر تستورد ما يحتاج للمواطن. الآن مركز الغسيل الكلوي بدون علاجات، بدون حالي، بدون كهرباء. أيضا مركز الأورام السرطانية، المستشفيات الآن تفتقر إلى أبسط العلاجات، كله بسبب عدم وجود إمكانية للدولة في الاستيراد المباشر. نعم، يعني ولكن يعني تحدث أنت عن الحصار ونحن شهدنا حركة السفن مستمرة وتصل سفن تجارية عزيزتي، مش سفن يعني إنسانية، علاجات وكذا، هذه سفن تجارية لديزل ما ديزل، أما حكاية ما يمس المواطن، ما يحتاج إليها المواطن مع الأسف مش متوفر. نعم، إذا يعني طيب والديزل أليس جزء من حل المشكلة خاصة في مسألة الكهرباء ومسألة تشغيل كثير من المراكز الصحية؟ يعني لماذا توجد سوق سوداء لتوزيع أو لبيع الديزل والمازوت؟ طبعا هي المادة الرئيسية لتشغيل مولدات الكهرباء هي المازوت. نعم، وحكاية الديزل هي مش سوق سوداء، هي حرر السوق. يعني الآن أصبح استيراد الديزل متاح لجميع التجار بسعر محرر. المستشفيات لا يوجد عندها إيرادات، عاجزة أن تشتري وتواجه احتياجها. نعم، إذن يعني هل يعني تواصلتم مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الحديدة بالذات؟ طبعا هناك نداء إنساني أطلق من قبل السلطة المحلية في المحافظة، أيضا من مكتب الصحة، من المستشفيات، وهناك منظمة دولية تعمل في الحديدة بشكل صح، بشكل بسيط وغير مرضي، وإنما تسعى أن تعمل شيء. أما الاحتياج في الحديدة فهو أكبر مما يصل إليها. نعم، ما هي أبرز هذه الاحتياجات أستاذ علي؟ طبعا أولها طبعا مادة المازوت، أيضا المواد الغذائية الأساسية، أيضا العلاجات. الآن مركز الأورام السرطانية يعاني من عدم توفر المواد التي تستخدم لمواجهة الأورام، أيضا مركز الغسيل الكلى والمحاليل. نعم، طيب بمعنى المواد الأساسية، المواد الغذائية الأساسية، وأيضا العلاجات الرئيسية، مرضى السكر، مرضى الضغط. نعم، طيب أستاذ علي، يعني لا أدري، يعني هل تخاطبتم إذن مع المنظمات العالمية التي يمكن أن تساهم في مثل هذه الأمور، منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية أيضا؟ نعم، تم توجيه نداء لهذه المنظمات، منظمة الصحة العالمية تعمل في الحديدة، منظمة الإغاثة الإسلامية، أيضا الأمم المتحدة وعبر مكتبها في اليونيسف، أطباء بلا حدود، برنامج الغذاء العالمي. نعم، وكيف تجاوبهم؟ تجاوب بحسب امكانيات ضئيله. طبعا النشاط، حجم النشاط لا يغطي ولا 20% من الاحتياج الفعلي. عفوا، من الاحتياج الفعلي. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الاستاذ علي الطبيشي، نائب مدير عام التخطيط بالحديده، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ محمد. استاذ محمد، يعني لو تحدثنا، يعني هناك من يقول أن المحافظة محافظة منسية ومعاناة الناس هناك أيضا تتضاعف، وهناك من يقول أيضا أنها للأسف منسية من حسابات الشرعية، ما رأيك؟ طيب اسمحي لي أولا أعود إلى الجزء الشق الثاني من الجزء الآخر هذا. الحديدة التي كانت تعاني ما في السابق، التي كانت تعاني أزمة حقيقية في الكهرباء، في الحياة البسيطة، بعد ما جاء الحوثيين والطغاة الإماميين الذين أعادونا إلى سنوات قديمة جدا، أصبحت الحديدة أثر بعد حين. يعني هؤلاء اللي كان موجود على قلته وعلى بساطته الآن أصبح لا شيء. المحافظة الآن كارثية بامتياز. سلطة الحوثيين جعلت من الحديدة الآن يعني إسفلت تمشي عليه وتعبر على أجساد الناس. الحوثيين يعني كما في السابق تماما لا يعرفون قيمة الإنسان ولا يعرفون قيمة الحياة للإنسان.
الحقيقة الآن في هذه الأسبوعين الماضيين كانت هناك شحنة من جيبوتي مخصصة لكهرباء الحديدة على متنى 29,000 طن من المازوت. بسبب ما قيل خلافات مالية مع مالك الناقلة توقفت هذه الشاحنة. والحقيقة غير ذلك، كثير من المؤونات التي تأتي عبر ميناء الحديدة إما أن تدفع ثلثي قيمتها إلى الميليشيات الحوثية، وإلا لا يمكن أن تعبر، إما بحجة أن هناك عدم مصداقية، وإما أن هناك هذه الكمية الموجودة لا غير حقيقية، وإما أن يكون إيش الصادر الذي يأتي، الوارد الذي يأتي الحديدة لا يتوافق مع مميزات القدوم. هل هناك مميزات تقوم به في اليمن الآن؟ لا يوجد أصلاً جودة، ولا يوجد جودة شاملة، ولا يوجد شيء في الحديدة، فهم يتحججون بأعذار كأننا في أوروبا أو في واشنطن أو في باريس. يقولوا هذه المواد الغذائية التي تدخل لا تتوافق مع مميزات الجودة، جودة الطعام أو كذا. أما البترول فلديهم حجج وكثيرة جداً. الآن الناقلة موجودة في جيبوتي لم تدخل لحد الآن بسبب خلافات كما يقول المالية مع مالك الناقلة، على افتراض أن الناقلة هذه تبع تاجر. نعم، إذن برأيك أستاذ محمد، ما الذي تستطيع السلطة الشرعية أن تقوم بعمله للحديدة في ظل هذه الأوضاع؟ طبعا لو بدأنا نتحدث عن السلطة الشرعية ماذا نقول، يعني إيش نقول عن السلطة الشرعية التي لا تحرك ساكنا إلى الآن؟ ما يمكن أن نخاطب السلطة الشرعية إلا أننا نوجه لهم نداء إنساني. لو خرجنا من الجانب السياسي الموجودين الآن في الرياض أو الحكومة التي جاءت في عدن الآن، يعني من لمدة أسبوع إلى الآن لم نرى إصدار أو بيان حقيقي من الحكومة الشرعية في عدن أو من السابق الذين كانوا في الرياض يقولوا الحديدة مدينة منكوبة، تهامة مدينة معاناة. طبعا ما ايش نقول يعني عن الحكومه الشرعيه. مشكلتنا الان يعني مشكله من شقين، الشق الاول من المتسلط الحوثي الذي يعيد لنا التاريخ السابق زمان، ومشكله اخرى من الضعيف الشرعي الذي لا يملك شيئا اصلا. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ محمد ناصر الزرنوقي الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الخرطوم. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله في هذا الشهر أن يخفف معاناة أبناء الحديدة وأن يعني يحل مشاكلهم عاجلا، لأن الوضع أصبح كارثيا للأمانة بالنسبة للحديدة وأبنائها. شكرا مرة أخرى لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.